على الأصل دور، تعالوا نعرف في حكايات فرعونية عن أصل أجدادنا وكانت حياتهم عاملة إزاي. في الجزء التاني من حكايتنا عن الملك توت عنخ آمون هنتكلم عن فترة حكمه. هنجد إن أثناء حكم الملك توت عنخ آمون بدأت ثورة في تل العمارنة ضد نظام حكم الفرعون السابق إخناتون اللي نقل العاصمة من طيبة لمدينة أخت آتون بالمنيا، ووحد آلهة مصر القديمة من الإله آمون إلى شكل الإله الواحد آتون. في السنة الثالثة من حكمه قرر الملك الذهبي توت عنخ آمون وبتأثير من وزير آي رفع الحظر المفروض على عبادة الآلهة، وده كان في عام 1331 قبل الميلاد. والسؤال اللي كان بيشغل بال العلماء، هل الملك توت عنخ آمون قد تم اغتياله؟ وهل من قام باغتياله هو الوزير آي؟ وجدوا العديد من الأدلة اللي ممكن تكون صحيحة، منها انه تم العثور على ختم فرعوني يحمل اسم آي، وعنخ اسم آمون أرملة الملك توت عنخ آمون. وجدوا رسالة بعثتها عنخ اسن آمون أرملته إلى ملك الحسيين تطالب بإرسال أحد أبنائه للزواج منها بعد موت زوجها، ولكنه مات قبل ما يدخل أرض مصر. كان هناك اعتقاد إن الوزير آي كان بيخطط للاستيلاء على عرش مصر، فقام بقتل الملك وقتل ابن ملك الحسيين. كل الأدلة دي مفيش دليل قاطع لإثباتها. ولما نيجي نتكلم عن أسباب وفاة الملك الذهبي هنجد إن سبب وفاة توت عنخ آمون مسألة مثيرة للجدل. نظرية المؤامرة بترجح فكرة إنه ما ماتش موتة طبيعية، وإنما تم قتله في عملية اغتيال. لكن في 8 مارس 2005 عن طريق التصوير الحاسوبي ثلاثي الأبعاد على مومياء الملك الذهبي توت عنخ آمون، قرر عالم الآثار المصري زاهي حواس أنه لا دليل على عملية اغتيال الملك الذهبي، وأن الفتحة الموجودة في رأس الملك لغرض التحنيط، وأن كسر عظم الفخذ اللي تعرض له الملك الذهبي كان ناتج عن التهاب شديد من هذا الكسر تسبب في وفاته. أظهرت التحاليل إن عظم سقف التجويف الفمي لتوت عنخ آمون ما كانش مكتمل، والملك كان طوله 170 سنتي، الطول العرضي لجمجمته كان أكبر من الطبيعي، مما قيل إنه مصاب بمتلازمة مرفان كسبب لموته المبكر. وكان التقرير النهائي لفريق علماء الآثار المصري إن سبب الوفاة هو تسمم الدم نتيجة الكسر في عظم الفخذ. وباستعمال أشعة إكس اللي تم في أعوام 68 و78 بجامعات ليفربول وجامعة ميتشيغن، اكتشفوا بقعة تحت جمجمة الملك توت عنخ آمون من الخلف تم تفسيرها كنزيف في الدماغ قد تكون من ضربة على رأسه أدت إلى نزيف ثم موت الملك الذهبي توت عنخ آمون. في 17 فبراير عام 2010 أعلن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري في مؤتمر صحفي بحديقة المتحف المصري بالقاهرة إن سبب وفاة الملك الذهبي يرجع لطفيل الملاريا، وإن مضاعفات المرض أدت إلى وفاته. وأعلن أيضا إن الملك إخناتون هو والد الملك توت عنخ آمون، وإن الأمراض الوراثية هي اللي أدت إلى وفاة الملك الذهبي توت عنخ آمون مع وجود مشاكل بقلب الملك الذهبي. اكتشاف إصابة الملك توت عنخ آمون بانحناء في عموده الفقري،
والتشوه اللي كان موجود في اصبع قدمه الكبرى هو ده اللي ادى الى ضمور قدمه اليسرى. وقال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المصري ان الرسومات القديمه كانت بتصور الملك وهو بيطلق السهام اثناء جلوسه في العربه التي تجرها الخيل وليس اثناء وقوفه، وده امر غير عادي. وفي قبره تم العثور على 100 عصا للمشي يعتقد انها تمثل السلطه والقوه، ولكن تبين انها عكازات قديمه كان بيستخدمها الملك وهو بالكاد كان يستطيع السير والمشي.